بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأعزاء، أرجو من الله الكريم أن تكونوا جميعا بخير. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العوامل التي قد تساهم في حدوث الميوتيشن داخل الـ DNA أثناء عملية الريبليكيشن، وتحدثنا وقلنا أن الميوتيشن قد تكون تلقائية spontaneous mutation، وممكن تكون induced mutation بفعل عوامل معينة. تحدثنا عن أنواع الميوتيشن زي point mutation، silent mutation، nonsense mutation، والmissense mutation تحت مصطلح substitution mutation وكيف تحدث. اليوم استكمالا لما تحدثنا فيه، سوف نتحدث عن موضوع جديد له علاقة بالinsertion والdeletion mutation، ثم ننتقل إلى العوامل التي تساهم في حدوث هذه الأنواع من الميوتيشن. لما نقول insertion deletion يعني معناها إضافة أو حذف. ممكن أن يحدث insertion و deletion mutation على طول الـ DNA، ولكن معدل حدوث هذه الأنواع من الميوتيشن مقارنة بـ substitution mutation قليلة جدا. فبالتالي the rate of substitution mutation is more than insertion and deletion mutation. شو يعني insertion وشو يعني deletion وشو الإفكت اللي ممكن يؤثر أو يظهر من خلال هذه العملية؟ طبعا خطورة الديليشن والإنسيرشن تكمن في عدد النيوكليوتايد المضافة أو المحذوفة، وأخطر هذه الأمور إذا كان عدد النيوكليوتايد المضافة أو المحذوفة ليست من مضاعفات الثلاثة. شو يعني ليست من مضاعفات الثلاثة؟ نحن نعرف مضاعفات الثلاثة، الثلاثة والستة والتسعة والاثناعش والخمستاعش وهكذا. فإذا تم إضافة عدد من نيوكليوتايد ليست من مضاعفات الثلاثة، أو حذف عدد من نيوكليوتايد ليست من مضاعفات الثلاثة زي الاثنين نيوكليوتايد، أربعة نيوكليوتايد، خمسة نيوكليوتايد، هذه ليست من مضاعفات الثلاثة، فهذا يؤدي إلى حدوث شيفتينج في قراءة المسنجر RNA خلال عملية الترجمة. عشان كده بسمي هذه الميوتيشن فريم شيفت. طب ليه سميتها فريم شيفت؟ لأنه بيقول لي خلال الترجمة المسنجر RNA يقرأ بلوك ثلاثة نيوكليوتايد مع بعضهم البعض تسمى كودونز أو كودون. ثلاثة مع بعض هذه 1 كودون، اللي وراهم سكند كودون، اللي وراهم ثيرد كودون وهكذا. فكل ثلاثة نيوكليوتايد تقرأ as 1 كودون وتعطيني أمينو أسيد. فتصور لو تم عمل insertion لاثنين نيوكليوتايد، بعد الثلاثة نيوكليوتايد الأولى، الثلاثة الأولى هيقرأوا كما هو 1 كودون، صار في عندي 2 نيوكليوتايد جديدة، عشان يكمل كودون هياخد النيوكليوتايد الثالثة، فهيقرأ ثلاثة نيوكليوتايد جديدة فيعطي أمينو أسيد جديد مختلف عن الأمينو أسيد الذي يجب أن يكون أو مفروض أن يكون في البوليبيبتايد تشينج الطبيعية. فهذه بنسميها فريم شيفت ميوتيشن، وتحدث على صعيد الـ RNA إذا كان عدد النيوكليوتايد المضافة أو المحذوفة ليست من مضاعفات الثلاثة. في مصطلح بسموه downstream and upstream. شو معنى downstream وشو معنى upstream؟ نقطة التغير أو نقطة الانسيرشن أو نقطة الديليشن، أي منطقة بعديها بسميها downstream، وأي منطقة قبليها بسميها upstream. So we have target position. Any place after this target position called downstream. Any place before this target position called upstream. So downstream بعد upstream قبل target position. شكل بوضح لي الفريم شيفت. هي عندي الاوريجينال سيكونس A C A T C A T وهكذا، تقرا بلوك 3 نيوكليوتايد 1 كودون، حاعطيني أمينو أسيد اسمه مثلا هيستادين. فصار في عندي في الاسفل بلوك جديد وأمينو أسيد جديد بسبب إضافة 1 نيوكليوتايد، انسيرشن 1 نيوكليوتايد. فبيجي بقى الثلاثة الأولى قرأها صح، الثانية صح، الثالثة صح، الرابعة بدت بـ A والمفروض تبدأ بـ C، فهيصير يقرأ A C A T C A T C A T C A. إيش هي الأمينو أسيد مختلفة؟ ثيريونين وسيرين، فأعطاني أمينو أسيد مختلفة completely different عن الأمينو أسيد الأساسية الأوريجينال. فهذا incorrect أمينو أسيد بسبب إضافة 1 نيوكليوتايد أدت إلى frame shift mutation.
صورة أخرى بفعل الحذف بيعطيني هستدين على سبيل المثال، حذف الـ A المفروض تكون موجودة فحقرأ CAT وهكذا، فالمفروض هنا يقرأها باللون الأحمر CAT، حذف الـ A فقرأها CTC ATC ATC، يعني هستدين ليوسين أيزوليوسين completely different or incorrect amino acid. فهذه بسميها frame shift لأنه صار في shifting في عملية القراءة بمعنى إزاحة. صورة أخرى تبين هذه العملية ولكن من خلال إضافة نيوكلوتايد جديدة، نيوكلوتايد جديدة. هذه ما بسميها frame shift ولكن بسميها insertion three nucleotide أدت إلى ظهور two amino acid. المفروض استدين سيرين جلوتامين فالين أيزوليوسين ميثيونين ليوسين وهكذا، تم إضافة two block من nucleotide triple nucleotide وCAG فأدت إلى ظهور جلوتاميك أسيد مرتين، فبدل ما يصير عندي جلوتاميك أسيد مرة واحدة أداني جلوتاميك أسيد أو جلوتامين ثلاث مرات، ثلاثة أمينو أسيد، وهذا أمر غير مقبول فهو غير طبيعي. طبعا هذا ما بسميه فريم شيفت لأنه أصبح يقرأ الفالين كما هو، ما في عندي أي مشكلة عند الفالين، ولكن ضاف 2 أمينو أسيد، هذا ما بسميه فريم شيفت. الصورة الأولى بسميها فريم شيفت. الجنرال كلاسز أو تايب أوف دي إن إيه دامج، أول حاجة بنسميه في عندي مصطلح بنسميه ميوتاجين، والميوتاجين هي العامل الذي يؤدي إلى إحداث الميوتيشن، فبسميه is any chemical agent that causes an increase in the rate of mutation above the spontaneous background. يعني بمعنى آخر المفروض عندي طفرة واحدة كل 100 انقسام. For example لما تعرض الجسم أو هذه الخلية إلى ميوتاجين وهو عامل مطفر أصبحت العملية خمس طفرات كل 100 انقسام أو طفرة واحدة كل 10 انقسامات، هذه معناها زيادة معدل حدوث الطفرات بفعل تعرض المادة الوراثية إلى ميوتاجين. شو هو الميوتاجين؟ باللغة العربية بسموه المطفر، يعني مادة كيميائية تساعد على إحداث الطفرة. Spontaneous damage to DNA can occur through the action of water in the aqueous environment of the cell. يعني حتى الـ aqueous environment المادة السائلة الـ water الموجود في الـ environment حول الخلية ممكن يؤدي إلى إحداث spontaneous mutation، ولكن بمعدل قديش؟ قلنا على سبيل المثال 100 كل 100 انقسام، واحد كل 100 انقسام، واحد انقسام كل 100 انقسام. A large number of physical agents and chemical agents have been shown to increase the mutation rate by causing damage to the DNA. كل ما تعرضت الخلايا إلى physical agent أو chemical agent كل ما زاد معدل حدوث الميوتيشن، كل ما زاد معدل، كل ما زاد التركيز زادت فرصة حدوث الميوتيشن، كل ما زاد the duration of exposure كل ما زادت معدل حدوث الميوتيشن، فبالتالي الأمر نسبة وتناسب. Some environment contaminant are mutagenic as more chemical found in tobacco product mutagen have major impact on the public health. بعض الانفايرومنت اللي انا بشتغل فيها على سبيل المثال او اللي انا بتنفسها او اللي انا بعيش فيها تحتوي على نسبة عالية من الميوتاجين قد تؤدي الى احداث مشاكل في تركيب الدي ان اي او في تخليق الدي ان اي، زي المواد السامة الموجودة في الدخان، المواد السامة الموجودة في الارجيلة، المواد السامة الموجودة في الالكترون سيجاريت. تصور انه الالكترون سيجاريت فيها كمية مادة مطفرة اعلى من السيجارة العادية لانه هو بيعطي لك بيور نيكوتين، فبالتالي هذه مشكلة. طبعا قسموا الدي ان اي دامج الى ثلاث اقسام اساسية هنتكلم عنهم. القسم الاول بنسميه سينجل بيز تشينج ومن اسمه يعني تغير في نيوكليوتيدة واحدة او في بيز بير واحد. النوع الثاني ستراكتشر ديستورشن، ستراكتشر ديستورشن. النوع الثاني DNA backbone damage، يعني في عندي ثلاث أنواع أساسية من الدمج اللي بيصير للدي إن إيه، عبارة عن single base change, structure distortion و DNA backbone damage، هناخد كل واحدة على حدة إن شاء الله. على سبيل المثال بقول لي الهدف الأساسي من الخلية إنها تتضاعف وتنقسم
وقبل عملية الانقسام يجب أن يحدث تضاعف للمادة الوراثية. تضاعف المادة الوراثية يجب أن يكون صحيح سليم 100%، وبالتالي يجب المحافظة على الـ DNA في حالة من الاستقرار والثبات بعيداً عن حدوث أي طفرة، علشان أضمن أن المادة الوراثية تصل للنيو سيلز وبالتالي تصل للنكست جينيريشن بالشكل السليم وبالشكل المطلوب. Any defect in DNA repair carriers an increased risk of cancer. تصور انه ما في عندي ديفكت في الدي ان اي ريبليكيشن، ولكن صار الديفكت في الانزيمات المسؤوله عن عمليه الريبير. طالما صار في عندي في الريبيرنج سيستم ديفكت، يعني الخليه صارت اوت اوف كنترول. الخليه اوت اوف كنترول يعني الريسك فور كانسر فورميشن او ريزلتنج بيزيد، بصير عندي نسبه عاليه جدا ومستوى عالي جدا من فرصه حدوث السرطان. Most DNA repair occur in the G1 phase of eukaryote. Mismatching repair occur in the G2 phase to correct replication error. يعني في عندي بشكل عام انه معظم الـ DNA repair بيحدث في الـ G1. عشان كده قلنا انه اي خلية بصير فيها عندها مشكلة بتخش في الـ arrested stage قبل ما تخش في الـ S phase. طيب خشت في الـ G1 طلعت ببساطة، راحت للأسفيز، تضاعفت المادة الوراثية، بدأت تخش في الانقسام الميتوزي أو الميوزي الأول. قبل ما تخش في هذه الانقسامات وتتمم انقسام الميتوزي أو الميوزي الأول، لازم تخضع لعملية رقابة تحدث في الجي 2 تحت مصطلح mismatch repair. أي mismatch هيسله repair في الجي 2. وعرفنا إيش يعني mismatch، إنه الA يجب أن تقابل بT والC تقابل بG. أي اختلاف في هذه الكومبلمنتري لازم تعدل وتصحح بفعل الميس ماتشنج ريبير الذي يحدث في الجي 2 فيز. The high accuracy of these enzymes is due to their intrinsic base selectivity and proofreading exonuclease activity. طبعا هذه الدرجة العالية من الدقة التي تتمتع بها الانزيمات المسؤولة عن الريبيرنج تعتمد على الانترنسنج بيس سيلكتيفيتي، يعني في عندها نوع من انواع السيلكتيفيتي، يعني هي انزيمات تستطيع التعرف على الميس ماتشنج، تستطيع التعرف على الكومبلمنتري الغير صحيح. هذا نوع من انواع السيلكتيفيتي الاختياريه، يعني ما بتمشي بشكل عشوائي. اضف الى ذلك انه البروف ريدنج اكزونيوكلياز اكتيفيتي، نشاط الاكزونيوكلياز اللي بيعمل كاتنج للرونج بوزيشن اوف نيوكليوتايد او كاتنج للرونج نيوكليوتايد، بيعملها removing and replacement with a true nucleotide which when coupled with post replication mismatching repair help to maintain human mutation rate at least than one mutation per genome duplication. يعني هذه الانزيمات المسؤولة عن عملية الريبيرنج تساعد على ابقاء معدل حدوث الطفرة بمعدل واحد او اقل من واحد ميوتيشن لكل انقسام، اقل من معدل طفره واحده في كل انقسام. تصور لو كان في هذه الانزيمات مشكله هيكون في عندي مستوى الطفرات عاليه جدا. خلينا نتكلم على اول نوع من انواع الابنورماليتي او الدي ان اي دامج اللي سميتها سنجل بيز تشينج. سنجل بيز تشينج تؤثر على الدي ان اي سيكونس بس هاز اونلي ا ماينور افكت اون ذا دي ان استراكشر. صحيح انها عند single phase change تغير في single nucleotide، هذا التغير اوكي ما في اختلاف انه بأثر على DNA sequence كsequence بأثر عليه، ولكن كstructure ما بأثر عليه، بضل الstructure الخاص بالDNA كما هو. من أشهر الأمور التي قد تؤدي إلى إحداث single phase change هي deamination. فما المقصود بالdeamination؟ ببساطة جدا المقصود بالdeamination هي إزالة مجموعة الأمين جروب من الأمين أسيد وتحويلها الى امونيا. يعني في عندي امينو اسيد بيرفع الامينو جروب بيحولها الى امونيا، وهذا الامر الديامينيشن ممكن يحدث على السيتوسين والادينين والاجوانين لانه بيحتوي على امينو جروب. طالما بيحتوي على امينو جروب اذا ممكن يكون عرضه للديامينيشن فبصير لها ديامينيشن وبيحول الامينو جروب لامونيا. يعني الديامينيشن هي عباره عن عمليه يتم فيها تحويل الامينو جروب الى امونيا. طب هل بتحدث في مركبات معينه؟ تحدث دي امينيشن على كل مركب او سبستانس تحتوي على امينو جروب.
من أشهر هذه السبستانس على سبيل المثال الأدينين سيتوسين الجوانين. الإنزيم اللي بيعمل دي أمينيشن بنسميه دي أمينيز. دي أمينيز. دي أمينيشن is the most frequency and important kind of hydrolytic damage and can occur spontaneously from the action of water or by induced by chemical mutagen. يعني دي أمينيشن أمر طبيعي بيصير، حتى بيصير بشكل spontaneously بدون أي حوافز أو محفزات. ممكن يصير بفعل الماء، وممكن يصير بفعل أمور محفزة بنسميها chemical mutagen. يعتبر من أهم الهيدروليتيك دامج التي تحدث على الدي ان اي. اذا عرفنا ايش عن دي امينيشن، عرفنا مين اللي بيصير له دي امينيشن، لادينين جوانين سيتوسين، عرفنا شو الانزيم اللي بيعمل دي امينيشن، دي امينيشن وهو دي امينيز. صوره بتوضح لي الدي امينيشن عند السيتوسين عليها امين جروب، تم ازاله الامين جروب وتحويلها الى امونيا، وتحول السيتوسين الى نيوكلوتايد called يوراسيل. يعني تحول الى نيوكلوتايد يوراسيل. تصور عندك دي ان اي في يوراسيل، واليوراسيل المفروض ما تكون موجوده في الدي ان اي، تكون موجوده في الار ان اي. فور اكزامبل ذا ريبليسمنت اوف امينو جروب اوف سيتوسين تو يوراسيل ابيز ذات شود اونلي بي بريزنت ان دي ان ان ار ان اي. يعني لو السيتوسين فيها الامينو جروب تعرض الى دي امينيشن، حولت الامينو جروب الى امونيا، فبالتالي حولت السيتوسين الى يوراسيل اللي مفروض ما يكون في الدي ان اي، يكون في الار ان اي. When UG phase pair replace CG، ايش معنى الكلام هذا؟ المفروض انا عندي سيتوسين يقابلها جوانين، السيتوسين صارت دي امينيشن تحولت الى يوراسيل، والمقابلها اصبحت كما هي جوانين، فصارت بدل ما هي CG صارت UG. عندما يتم استبدال CG بالUG، this causes only a minor structure distortion in DNA double helix. هذا التغير بفعل الأمينيشن بيعمل عملية تدهور في تركيب DNA double helix DNA. Deamination convert adenine to hydroxyamine, which hydrogen bond to cytosine rather than to thymine. Guanine ممكن يتحول ايضا الى اكزانوثين اللي which continue to pair with cytosine through with only two hydrogen bond. تصور انت عندك الجوانين يرتبط بالسيتوسين بثلاث روابط، اصبح بفعل الدي امينيشن يرتبط برابطين، يعني في صار ضعف في هذه العمليه. الدي امينيشن ايضا ممكن يصير وممكن يحول الفايف ميثايل سيتوسين الى ثيمين. شو يعني فايف ميثايل سيتوسين؟ هي سيتوسين طبيعيه محمله بمجموعه ميثايل اسمها سي اتش 3 موجوده على ذره الكربون رقم 5، عشان كده بنسميها فايف ميثايل سيتوسين. اذا تعرض للدي امينيشن تتحول الى ثيمين، وهذه العمليه مهمه جدا في مصطلح بنسميه الايبيجينيتيك. الايبيجينيتيك معناها تشينج in the gene expression without a change in DNA sequence. اتكلم عنها بشكل مستفيض في شابتر خاص فيها ان تبقى لدينا وقت ان شاء الله. If methyl cytosine is deaminated to thymine, there is no repair system which can recognize and remove it. تصور انه عندك المفروض في البروموتر، في عندك المفروض لازم يكون 5 methyl cytosine. تعرضت deamination تحولت الى ثايمين، الريبير سيستم مش هيقدر يتعرف عليها، الريبير سيستم مش هيقدر يتعرف عليها، فبالتالي مش هيقدر يصلح يعمل اصلاح فيها. يعني صار في عندك ديفكت، والديفكت هذا ممكن يكون مؤذي ويؤدي الى عمل سايلنسنج للجين، يعني ما في بروتين بنتج، ممكن يدي لك حاله مرضيه. صوره بتوضح لي الامور اللي ممكن تصير بفعل الديامينيشن. السيتوسين لشو تحول؟ ليوراسيل. فايف ميثايل سيتوسين تحولت الى ثايمين، بالاضافه الى الادينين والجوانين. ليش هذول تحولوا؟ ليش هذول صار دي امينيشن؟ لانه عندي باللون الاحمر امين جروب NH2 تحولت الى امونيا. This type of damage is not likely to complete block the process of replication or transcription, but may lead to production of mutant RNA or protein product. هذه الدي امينيشن صحيح انها تعتبر مشكله،
ولكن ما بتوقف عملية الريبليكيشن وما بتوقف عملية الترانسكريبشن. الدياني بيستمر بصير له ترانسكريبشن بصير له ريبليكيشن والارني بصير له ترانسليشن، ولكن ممكن تعطيني ارني مش طبيعي ميوتانت ارني او بروتين مش طبيعي بتسميه ميوتانت بروتين. الدياني is also subject to damage by alkylation, oxidation and radiation. شو يعني الالكاليشن؟ يعني كمان الدياني مش فقط بيصيروا مشاكل بفعل الديامينيشن، لا بيصيروا بالالكاليشن والاكسيديشن والراديشن. الالكاليشن ببساطة جدا هي عبارة عن نقل الالكايلي جروب from one molecule to another. يعني في عندي الكايلي جروب بنقلها من مكان لآخر. الالكاليشن بتصير للميثايل CH3 وبتصير للإيثايل CH3CH2. المفروض هذه المواد بنسميها الكايل، الناس اللي اخذت عضويه الكايل ميثايل الكايل ايثايل تنتقل ترانسفير تو ذا تو رياكتيف سايت اون ذا بيز اند تو فوسفيتس ان دي ان اي باكبون. يعني تنتقل لمناطق معينه هي عباره عن الفوسفات، منطقه الفوسفات الموجوده في الدي ان اي. الكاليتنج ايجنت من اشهرها النيتروز امين اللي بتستخدم في معلبات على سبيل المثال، هذه مادة خطرة جدا تؤدي إلى تكوين O6-methylguanine. O6-methylguanine يعني من أشهر أنواع الألكيشن أو الألكيليتنج إيجنت نيتروز أمين. الألكيليشن don't lead immediately to mispairing، ما بتعمل مشكلة في المسبيرينج أو ما بتعمل لمسبيرينج بشكل مباشر لحظي، ولكن في النكست ستيب أو الثيرد دوبليكيشن. However, they do make the bond between sugar and base more volatile or more up to break. معناه الكلام هذا إنه الالكاليشن بتخلي الرابطة ما بين السكر والبيز خليها رابطة ضعيفة لابايل مش ستيبل، فبتكون أكثر عرضة للتكسر. فأي إجهاد ممكن يتعرض لها أو ما أي external factor ممكن يشتغل على هذه الرابطة بكسرها بسهولة جدا. When this break occurs, it leaves an a purine site, a sugar without its purine. يعني تصور إنه صار في عندي alkylation بفعل nitrous amine، الرابطة ما بين السكر والبيز أصبحت ضعيفة، تعرض الإنسان أو تعرضت الخلية لأي external factor كسر هذه الرابطة. طالما كسر هذه الرابطة كون لي موقع جديد او فراغ جديد بنسميه ابيورينيك سايت. شو هو ابيورينيك سايت؟ هو عباره عن سكر بدون البيورين، سكر بدون البيورين. This obviously cannot be replicated probably unless it is first repaired but still sometime attempt to replicate ابيورينيك دي ان اي anyway. طبعا هذا الابيورينيك سايت وهو عباره عن موقع يحتوي على سكر بدون البيورين لا يمكن أن يتضاعف بأي شكل من الأشكال إلا بعد حدوث عملية الريبير، ولكن في بعض الأحيان ممكن يتضاعف هذا الأنبيورينيك أو بتسموه أبيورينيك سايت، ممكن يتضاعف بشكل تلقائي. ولكن المشكلة إن تضاعف يعني معناه حينقل الميوتيشن إلى نيكست جينيريشن، وهذا الميوتيشن حيستمر من جينيريشن لآخر، فبالتالي ممكن يصير بشكل تراكمي حدوث مرض جديد. الدي اوكس عمليه الاكسديشن او دي ان اي اوكسديشن هي عباره عن بروسيس اوف اوكسيديتيف دامج اون دي ان اي. يعني الدي ان اي بيصير له اوكسديشن، ات اوكير موستلي ات جوانين ريزيديو ديو تو هاي اوكسديشن بوتنشال اوف ذس بيز ريليتيفلي تو سايتوسين ثايمين اند ادينين. من اشهر العوامل التي تؤدي الى احداث اوكسديشن على الدي ان اي مادة بنسميها reactive oxygen species ROS، reactive R oxygen O species S اختصارها ROS، وهي عبارة عن ال O2 minus ال H2O2 وال OH. طبعا هذه عبارة are generated by ionizing radiation and by chemical agent that generated free radical. طبعا هذه ال free radical أو ROS تحدث بفعل تعرض الخلايا إلى ionizing radiation بشكل أساسي أو بعض الكيميكال agent. الآن important oxidizing product من أشهر النواتج التي تنتج بفعل تعرض المادة الوراثية إلى oxidizing agent
هي عبارة عن 8 هيدروكسي جوانين which is mispairs with adenine resulting GC to TA transversion. يعني هذا العملية تؤدي إلى تغيير الـ GC في الأصل إلى TA وهي عبارة عن mispairs تحت مصطلح transversion. بيورين استبدلت ببيرميدين والعكس صحيح. نوع تاني من أنواع الدي ان اي دامج هو عبارة عن structure مال function أو distortion. هذا بيحدث بفعل اليو في أو الألترا فايولت. طبعا الألترا فايولت الإنسان المفروض ما يتعرض لها بشكل مستمر. حتى الناس اللي بيشتغلوا في مختبرات الموليكولار بيولوجي لما بيجوا بيصوروا الجل هذا المفروض تتعلموه بيصور الجل بغطاء للوجه علشان ما يقدر يتعرض ما يتعرض للألترا فايولت لأنه على المستوى البعيد بيعمل مشاكل في الخلايا قد تؤدي إلى سرطان الجلد إذا كان بشكل مكثف وبشكل مباشر ولفترة زمنية طويلة. Light has a detrimental effect on the cell due to selective absorption of the UV ray. يعني ممكن يأثر على الجلد في فترات زمنية طويلة إذا تعرض الإنسان لفترات زمنية طويلة من لهذه الإشعة. من أشهر the most frequency UV induced lesion of DNA are pyrimidine dimer between two neighboring thymine passed by UV radiation or irradiation. يعني من أشهر المشاكل اللي ممكن يتعرض لها هذا الإنسان إذا تعرض لليو في ما يسمى بالثيمين دايمر. شو يعني ثيمين دايمر؟ يعني في عندي سينجل ستراند، في عندي تي وتي، ثيمين وثيمين متجاورتين. إذا تعرض الإنسان لليو في ممكن يرتبطوا الثيمين مع بعضهم البعض، فبسميها ثيمين دايمرز. ثيمين دايمرز those male formation the structure of double strand DNA structure distortion may prevent transcription and replication by blocking the movement of polymerase. هذا DNA أو structure distortion الذي حدث بفعل الخلل في structure DNA الذي حدث بفعل التعرض لليو في وأدى إلى تكوين ثيمين دايمرز يعني ترابط الثيمين مع الثيمين المتجاورة ممكن يعمل إيقاف للريبليكيشن ممكن يعمل إيقاف للترانسكريبشن لأنه بيعمل إيقاف لمرور الـ DNA بوليميريز أو الـ RNA بوليميريز ما بيمشي لأنه في عندي بلوك في عندي ترابط ما بين 2 نيوكلوتايد نايبورينج متجاورات يعني. فبالتالي لازم أنا أعمل روموفينج لهذا الدايمرز علشان أستطيع أعمل ريبليكيشن وترانسكريبشن فيما بعد. UV radiation can also induce dimer between cytosine and thymine called pyrimidine 6,4 pyrimidone phosphoproduct. يعني ما بيعطي thymine dimer فقط لا غير لا ممكن يربط كمان السيتوسين مع الثيمين. آخر نقطة هي نقطة الـ DNA backbone damage وهي النوع الثالث من أنواع الـ defect في الـ DNA. الـ backbone damage including the formation of a basic site. What's the meaning of a basic site؟ قبل شوية حكينا على الـ apurinic site وهو عبارة عن sugar بدون purine. الـ backbone damage هي عبارة عن مشكلة تحدث في الـ DNA تؤدي إلى إنتاج a basic site. الـ basic site هو عبارة عن loss of nitrogenous phase from nucleotide. يعني عندي nucleotide عندي A وعندي T وعندي C وعندي G ولكن بدون النيتروجينوس بيز. هذه المنطقة اللي ما بتحتوي على النيتروجينوس بيز بسميها a basic site. ممكن تؤدي أيضا من أمثلة الباكون هي عبارة عن double strand breaks قطع في double strand DNA. A basic site ممكن تسمى أيضا apurinic site زي اللي سميتها قبل شوية هي acid عفوا هي سكر بدون البيورين apurinic site. إذن apurinic site اختصارها AP هي نفسها الابيزيك site هي عبارة عن منطقة أو نيوكلوتايد بدون النيتروجينس بيز. طبعا الابيزيك site or apurinic site can also be found in RNA but the frequency of it is very low compared to DNA. Double strand break هي أحد أشكال الـ DNA backbone damage ممكن تحدث ويصيرها inducing وenhancing the formation بفعل ionizing radiation من أشهر الـ X-ray والـ radioactive material.
and a wide range of chemical compounds. أيضا ionizing radiation can attack the deoxyribose sugar in the DNA backbone directly or indirectly by generated reactive oxygen species. هذه الionizing radiation المتمثلة في الإكس-ري والradioactive material لها قدرة على مهاجمة الباكبون الرابطة ما بين السكر والنوكليوتيد بشكل مباشر وتكسيرها من خلال إنتاج reactive oxygen species اللي سميتها الروس. Double stranded breaks are the most severe type of DNA damage. يعني لو قارنت الابيزك سايت او الابيوريتك سايت مع الدبل ستراند دي ان اي بريكس، هلاقي الدبل ستراند بريكس هي عباره عن الاكثر خطوره، الاكثر اهميه في الدراسه ايضا. Since it make problem in both DNA strand. طبعا لانها ما بتعمل في ستراند واحد، بتعمل في التو ستراند. بهذا القدر سنكتفي في هذه المحاضره، على أمل أن نلتقي في محاضرة جديدة إن شاء الله. دمتم في حفظ الله.